طبيعي هقول لهم مبروك يعني، لان كان دوري صعب، ونتمنى ان الموسم الجديد يبقى احسن من اللي فات، ونتمنى ان يبقى فيه كوره احسن عشان المنتخب يعني. نتمنى يعني ده اللي نتمناه. في حفل النهارده النادي الاهلي بيبعث رسائل كثيره، تكريم مؤمن زكريا، دعوه كل من شارك في تحقيق هذا الانجاز. ما طبيعي يعني، الحقيقه اللي عايز اقول النادي الاهلي اللي عمله مع مؤمن ده يعني هو شيء اخلاقي وشيء حضاري وشيء متقدم، والاهم بس ان مؤمن يرجع بالسلامه ويقوم على حيله يعني كده ان شاء الله. شايف بقى الدوري السنه دي هيكون عامل ازاي، والمنافسه هتكون ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، ولا هنشوف منافسين جدد؟ لا هو لسه بدري على الكلام ده، بس انا اعتقد ان الدوري اللي هيكون اكثر التزاما واكثر انضباطا، انا في رايي انا كده.